أكد فضيلة الشيخ الدكتور عدنان بن عبد الله القطان رئيس بعثة مملكة البحرين للحج أن جميع الحجاج البحرينيين من المواطنين والمقيمين يتمتعون بصحة جيدة بعد أن أدوا مناسكهم. هذا وقد عبر عدد من حجاج مملكة البحرين عن سعادتهم بتواجدهم في الأراضي المقدسة وأدائهم لفريضة الحج، مهنئين جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وشعب مملكة البحرين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. يسرني بداية أن أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات باسمي وباسم أعضاء بعثة مملكة البحرين للحج وباسم حجاج مملكة البحرين، نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد حفظه الله ورعاه، ولسمو الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد حفظه الله، وإلى الشعب الكريم أسماء آيات التهاني والتبريكات. سأل الله عز وجل أن يعيد علينا أمثال هذه المناسبات بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحبه ويرضاه. وأحب أن أطمئن المشاهدين والمشاهدات بأن حجاجنا والله الحمد بخير وبصحة طيبة. عيدكم مبارك، وأحس السنة العيد بيكون شوي شعوره غير يعني ومختلف تماما. دائما يقولون إن هذا العيد عيد الحجاج، فشعوره جدا مختلف عن أي عيد بنعيشه. الحمد لله احنا هنا موجودين في أعظم مكان في العالم نقدر نقول، وإن شاء الله نكون من المقبولين، يعني تكون حجاتنا مقبولة إن شاء الله. طبعا أعيد عليهم كلهم، وأخص أول شيء الوالدة، أعيد على الوالدة وأتمنى لها الصحة والسلامة، وطبعا زوجتي وعيالي وإخواني وجميع الأصدقاء وجميع أمة محمد. أعيد في أهلي في البحرين، والدتي وإخواني وخواتي وعيالي اللي في البحرين لحالهم، أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله واللقاء قريب. وردينا رجعنا الحمد لله رب العالمين إلى الحج مرة ثانية، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير، ودعينا إليكم في أرض عرفة أن الله سبحانه وتعالى يجيبكم إلى هذا المكان الطاهر إن شاء الله. والله أقول لهم كل عام وأنتم بخير، وما نسيناكم من دعائنا وكأنكم معانا، يعني الحمد لله ما نسينا أي مسلم الحمد لله.